بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، شرعنا في المرة السابقة في كتاب الجنايات، وذكرنا أن الفقهاء يخصون هذا الكتاب بالتعدي على البدن بما يوجب قصاصا أو مالا، يعني القتل والجراحات وما شابهها، وأما سائر الحدود فهي تكون في باب الحدود. هذا كما يعني حكمة هذا التصنيف. الباب الأول في كتاب الجنايات كان يتحدث عن أنواع القتل وما يترتب عليها من أحكام: القتل العمد والقتل شبه العمد والقتل الخطأ. وذكرنا أنه لا قصاص إلا في القتل العمد. يبقى إذن القتل العمد هو الذي فيه القصاص، وليس خيارا وحيدا، ولكن القتل الخطأ وشبه العمد ليس فيه خيار القصاص أصلا، ليس فيه إلا الدية. القتل العمد هناك القصاص وهناك الدية. إلى من يرجع الاختيار؟ يرجع الاختيار إلى أولياء المقتول. كان ممكن الاختيار يرجع إلى القاتل من ناحية العقلية المجردة، يعني أنك تقول مسألة فيها اختيار. الشرع جعل نعم هناك اختيار، لكن ليس إلى القاتل ولا إلى الحاكم، وإنما الاختيار لأولياء المقتول، مع ترغيب الشرع أولياء المقتول في العفو. حتى العفو يعني النزول من القصاص إلى الدية عفو، وتخفيض الدية أو التسامح فيها مطلقا عفو. والقصاص لا يتبعض، القصاص قتل للنفس. فإذا أولياء المقتول هم شركاء في الاستحقاق الثأر، إن اختاروا جميعا القصاص وجب، وإن اختاروا جميعا أو اختار أحدهم الدية أو العفو بأي صورة من صوره، سواء العفو بدية أو العفو بلا دية، امتنع القصاص هنا. لماذا؟ احنا نتكلم على القصاص في النفس اللي هو القتل، لأن اللي فيه الجروح فيها قصاص على تفصيل يأتي إن شاء الله. لكن القصاص في النفس يعني قاتل لكي يقتص منه ويقتل، لابد أن أولياء المقتول يتفقوا على اختيار القصاص. الشرع أعطاهم اختيار، إما يختاروا القصاص أو العفو. وكما ذكرنا العفو درجات، العفو قبول الدية درجة من درجات العفو، والعفو التام موجود. فإن اختاروا جميعا للقصاص لزم، وإن اختار أحدهم القصاص، إن اختار أحدهم العفو لا يصلح أن يبقى هناك جزء من القصاص. إذن لزم الجميع أن يرضوا بالدية، حتى لو كان هو عفى إلى عفو تام، ولكن هو لما عفى امتنع القصاص، وبقي كل واحد له حصته في الدية، يقبلها أو يتركها. يعني هذا الأبواب التي تلي ذلك تتكلم في هذه القضية. والباب الثاني، باب شروط القصاص في النفس، يفصل أيضا أحوال قد لا يكون فيها خيار القصاص موجود في القتل. فيقول: باب شروط القصاص في النفس، شروط لزومه أو مشروعيته.
وهي أربعة عشان نقول إن القاتل سيقتص منه ويستحق القصاص، لابد من اجتماع أربع شروط. إذا انتفى واحد منها انتفى القصاص، لا يكون حينئذ هذا القاتل يصلح أن يقتص منه. الأول هي هذه الشروط أربعة. الأول تكليف القاتل، فلا قصاص على صغير ومجنون. طبعا في القتل العمد عندنا اختيارين، القصاص والإيه والدية، القصاص أو الدية. فبصفة عامة القصاص يمكن لأهل الولي المقتول أنهم يختاروا الدية ولا يختاروا القصاص أو يختاروا العفو، ولكن ابتداء في أحوال حتى يبقى اسمها قتل عمد، يبقى إذن عشان احنا نقول القتل العمد في القصاص أو الدية كلام في قدر من الإجمال أو التجاوز، لأن مش أي قتل عمد يبقى فيه اختيار القصاص. الباب ده موضوعه كده أن يقول لك متى يجب القصاص. فمن ضمن الأحوال لابد من اجتماع شروط أربعة. طب عند انتفاء كل واحد منها إيه اللي يحصل؟ يبقى في اختيار آخر. فأول شرط هو إيه؟ تكليف القاتل. يعني هناك قتل عمد نعم، لكن وقع من إيه؟ من مكلف ولا من غير مكلف؟ لو من مكلف ننتقل لبقية الشروط. من غير مكلف ابتداء يبقى لا يحصل، لا يلزم هنا القصاص ولا الأجرة. يقول الأول تكليف القاتل، لأن القصاص عقوبة مغلظة فلا تجب على غير المكلف. غير المكلف معفو عنه، تجب عليه العقوبات التأديبية. يعني غير المكلف يؤدب لكن لا يعاقب بالعقوبات المغلظة. فلا قصاص على صغير ومجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ. طيب إذا لم يكن هناك قصاص صار عندنا الدية والكفارة أيضا. قال بل الكفارة في مالهما والدية على عاقلتهما كالقاتل خطأ. القاتل خطأ بيجب عليه أمرين، الكفارة لحق الله والدية لأولياء المقتول. والدية في القاتل خطأ على العاقلة لأنها صارت خيار ملزم، مدام خيار ملزم وهي كثيرة يعني ثقيلة، فلو أنها وجبت على القاتل لتعظل على أولياء المقتول الحصول على حقهم. ففي القتل الخطأ حيث شرع الله الأدية هي العقوبة الوحيدة، هي المواساة الوحيدة التي يحصل عليها أولياء المقتول، فجعلها على عاقلة القاتل ليسهل سداده وليسهل أن أولياء المقتول يحصلون عليه، وإلا سيجدون لو أنها واجبة على القاتل وحده إذا أعصر، وغالبا ما يعصر عنها فلا يحصلون على شيء. هنا ما دام ان الشرع جعل في الصغير والمجنون ان الدية خيار واحد، قالوا تكون على العاقلة. ده من الايه؟ من الاجتهاد. قالوا تكون على العاقلة كالقاتل خطأ، لان جعل الدية على العاقلة في القتل الخطأ روعي فيه مصلحة اولياء المقتول، انهم يطالبوا مجموعة كبيرة من الناس لا يصعب عليهم توفير الدية، بخلاف ما لو قيل لهم حقكم في رقبة القاتل فقط لم يجعل لهم بديل ان هم يأخذوا بثأر أبيهم كالقصاص أو أوليهم. فإذا هنا النص ورد في القاتل خطأ أن الدية على العاقلة، والاجتهاد قيل أن القتل العمد متى تعينت الدية، متى تعينت الدية ولم يكن هناك وسقط خيار القصاص فستكون أيضا على العاقل. أما الكفارة فهي أقرب إلى العبادات، الكفارة أقرب إلى العبادات فتؤدى بالنسبة للصغير والمجنون من مالهما.
يبقى إذن شروط القصاص في النفس أن يقتل القاتل هو تكليف القاتل، هذا الشرط الأول. أربع شروط مجتمعة، إذا انتفى واحد منها لم يشرع حينئذ القصاص. الأول تكليف القاتل، الثاني عصمة المقتول بأن لا يكون مهدر الدم، فلا كفارة ولا دية على قاتل حربي. من قتل كافرا المسلم يعصمه إسلام، المسلم دم معصوم على المسلم أينما كان، في ديار الإسلام في ديار الكفر. وأما الكافر فإنما يعصم دمه عهد أو أمان أو غير ذلك. وأما من كان غير هذا فقل كافر حربي يجوز قتاله، فلا دية فلا كفارة ولا دية. فإذن في الحالة دي احنا نقول ايه؟ إذا لم يكن المقتول معصوما سقط القصاص وسقطت الدية، أو لم يكن ثم قصاص ولا كفارة ولا ايه؟ ولا دية. فلا قصاص ولا كفارة ولا دية على قاتل ايه؟ حربي أو مرتد أو زان محصن، ولو أنه مثله، يعني زان محصن قتل الآخر، قتل هذا دم غير معصوم، هو زان محصن وقتل زميله الآخر وهو زان محصن، فلما يعني إذا تم مثول هذا الزاني المحصن الذي قتل زميله الزاني المحصن أيضا سيقام عليه حد الزنا. ولن نقول لأهل المقتول إن الأمر إيه ده قصاص، ويفرق إن الحد ليس فيه بديل والدية ولا غير ذلك. ولو أنه مثله في عدم العصمة بأن قتل حربي حربية أو مرتدة أو زانيا محصنة، وعكسه لوجود الصفة المبيحة لدمه، ويعذر قاتل لافتئاته على ولي الأمر. يعني إذن هنا صار في يعني قاتل الزاني المحصن أو قاتل المرتد في حال وجود الإمام الذي يطبق الحدود الشرعية، لا ليس أنه فعل شيء عاري من اللوم أو من الجرم، ولكن لم يقتل نفس معصومة وإنما افتأت على حق الإمام، فهذه النفس المعصومة، قتل النفس المعصومة كبيرة من أكبر الكبائر، وعقوبتها مغلظة في الدنيا والآخرة، ولكن الذي افتأت على حق الإمام هو من الأمور التعزيرية، يعذر ويؤدب. طبعا غير الافتئات على حق الإمام مراعاة المصالح والمفاسد، مراعاة المصالح والمفاسد، وهذا في غاية الأهمية. الشرط الثالث من هذه الشروط الأربعة المكافأة، بألا يفضل القاتل المقتول حال الجناية بالإسلام أو الحرية أو الملك، فلا يقتل المسلم ولو عبدا بالكافر ولو حرا. يبقى إذن من قتل يقتل على اعتبار أن النفوس متساوية، فإذا وجدت معان تفاوتت فيها النفوس، هذه المعاني معتبرة شرعا، في معان في الجاهلية كانت تتفاوت بها النفوس، النسب، القبيلة الفلانية ترى أنها من الشرف بحيث أن قاتلها لا يقتل. وإلى الآن ما زال في كلام الناس لما يحب يعني يفتخر إنه إيه ده أنا أقتلك وأدفع ديتك، ما دي يعني مترصبة من الجاهلية إنه هو من الشرف بمكان بحيث إنه لا يقتل. هذه القبيلة قبيلة ذات منعة، فيقال إن لو إن قاتلهم قتل يقال لأولياء المقتول ليس لكم إلا الدية، ده إن دفعوا. طبعا بعض الجهال
يخلط بين هذا المعنى الجاهلي ان يوجد جنس او قبيلة او شخص مستند الى جاه او الى غناه ويكون في مأمن من القتل، يقال هذا اذا قتل لم يكن معرضا للقتل، وبين مبدأ ان اولياء المقتول مخيرين بين القصاص او الدية. ان البعض يقول طب انتوا كده خليته للغني فرصة بعد ما يقتل يدفع الدية ولا ينزجع عن القتل، هيقتل الثاني والثالث. كلام انتم اغفلتم ان هو كان معرضا للقتل وكان ممكن اولياء المقتول يرضوا. الامر الاخر اللي بيقول كده بينظر الى جانب واحد، لا ينظر الى ان الشرع يعني جمع بين المصالح. هنا مصلحة مطلوبة وهي حاجة اولياء المقتول الى المواساة، وخيرهم الشر بين الثأر وبين المال. بعض اولياء بعض الناس هيبقى الثأر افضل لانه يعني يرى انه ان لم يثأر اليوم سوف يقتل منه كل يوم قتيل، والشرع مكنه قال له هنجيب لك القاتل لغاية عندك، اما تقتله واما تقبل الدية. فقد يرى بعض الناس ان وجودهم وامنهم في خطر، او يروا امام قاتل ما ان هو مجرم محترف للقتل، فيقولوا لا ما خلاص ما ده ما ينفعش يتاخد منه دية، ده قتل واحد واثنين. او وقد يروا ان المواساة المالية لا سيما اذا كانوا فقدوا عائلهم اولى. فاذا هنا غلب الشرع مصلحة اولياء القتيل، مع ان فيها زجر للقاتل انه معرض للقصاص، ولا يكاد الانسان يعرف انه هو يعرض، انه يعني مسألة انه معرض للقصاص يعني تفعل نفس درجة الزجر لو كان القصاص عقوبة وحيدة. أما مسألة إن هو يكون هناك فساد في التطبيق فحدث ولا حرج، سواء كان الحكم النظري شرعي أم غير شرعي. يعني لو إن في قانون وضعي عنده اللي من قتل يقتل ومن سرق يقتل ومن زنى يقتل، وهناك ناس إذا مثل أمام القضاء استطاع أن هو يخرج براء، هنا لا تعول على الحكم النظري، ولكن المشكلة في فساد التطبيق، النظام الذي يسمح بالرشوة أو التهرب أمام النظام القضائي ينهار بسرعة جدا. ذلك بعض الأنظمة الدكتاتورية تحافظ على درجة جيدة من استقلال القضاء، لأن دي الدرجة اللي الناس ممكن، لأن لو عرف مهما كانت القوانين متشددة متسيبة محققة للمصلحة، وهذا لا يكون إلا في الأحكام الشرعية التي تحقق الجمع بين المصالح، ولكن مهما كان طالما إن الجاني متى مثل أمام القضاء سوف يجد حيلة، فإذا لا تتحدث عن أصل الحكم ما هو، وهل هو العقوبة فيه شديدة أم يسيرة أم مناسبة، ولكن تحدث أن هنا كل الجرائم سوف تستباح طالما أنه يستطيع أنه متى مثل أمام القضاء أنه يأخذ يعني يخرج منه. فالقضية هنا ان النفوس ان من قتل يقتل بناء على ان هذه نفس وهذه نفس. هل هناك اعتبارات تجعل النفسين نفسين ما غير متكافئين، ومن ثم لا يصلح حينئذ ان يقال انها نفس بنفس؟ الجمهور على أن هناك حالات لا يصلح فيها، لا تكون فيها النفوس متكافئة، كما ذكرنا في الجاهلية
كانوا يعتبرون النسب، ويعتبرون أمور أخرى أقر الشرع منها أو جعل النفوس غير متكافئة في أحوال، أحوال المسلم والكافر. حكم الشرع بأن نفس هذا ليست مكافئة لنفس ذاك، فالمسلم الذي يقتل الكافر الحربي لا إثم عليه، أما المسلم الذي يقتل الكافر المعاهد أو الذمي عليه إثم. ولكن العقوبة هل هي القتل؟ الجمهور لا. ليه؟ لأن النفسين غير متكافئين، فكده كأن العقوبة هتبقى أعلى بكتير من الذنب. لحديث المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ولا يقتل مؤمن بكافر، وفي لفظ ولا يقتل مسلم بكافر. وعن علي رضي الله عنه من السنة ألا يقتل مؤمن بكافر. فإذا هنا امتنع من القصاص عدم تكافؤ النفسين، فلو قيل بالقصاص، لو حكم بالقصاص، تكون العقوبة أشد بكثير من الذنب، مع أنه ذنب، مع أنه إيه ذنب. ولا الحر ولو ذميا بالعبد ولو مسلما، لقوله تعالى الحر بالحر والعبد بالعبد، ولقول علي من السنة ألا يقتل حر بعبد. أثر علي هنا وهناك ضعيف. وعن ابن عباس طب هنا يبقى إيه؟ الحر لا يقتل بالعبد. طب إذا كان الحر الذمي قتل عبد مسلم، قالوا لا يقتل قصاصا ولكن يقتل لنقضه للعهد، يبقى في النهاية الذمي متى قتل عبدا مسلما سوف يقتل، ولكن ايه لنقضه للعهد. واما الواجب عليه في لصاحب العبد هو قيمته. اذا نظام الرق نظام يعني كان موجود وأبقى الإسلام، وفيه بيكون العبد ماليته أظهر، قيمته كام في التعامل في الديات وفي غيرها. طبعا حرم الشرع كل الأبواب المؤدية إلى الرق إلا باب واحد، وهو باب الأسرى في القتال. طبعا الأسرى في القتال أنت بتتكلم على واحد كافر بقى عبد مسلم ارتقى به الحال، ولكن له أحكامه التي تشجع الناس على اقتنائه، ابتداء بأنه هو سلعة، فأحكامه في يغلب فيها المسألة المالية، قيمته المالية على سائر المسائل. فمن قتل عبدا عليه قيمته. قال ولا المكاتب بعبده، لأن من كتب عبده صار هذا العبد جزء عما بيدفع أقساط لكي يعتق بعدها، ولكنه عبد ما بقي عليه درهم. يقول ولا المكاتب بعبده ولو كان ذا رحم محرم له، لأنه في النهاية يملكه. ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا بالحر المسلم ولو أنثى، هذه أشبه بالإيه عكس اللي قاله قبل كده، قال لا يقتل مسلم بإيه بكافر ولا حر بعبد. ولأن بعض الفقهاء يرى وإن ولا يقتل ذكر بأنثى، هذا في بعض المذاهب، ولكن هو مذهبه ان الذكر يقتل بالانثى. فجاء هنا يبقى مناسبة ذكر هذا الامر في هذا الباب انها مسألة مطروحة، مسألة هل يقتل الذكر بالانثى ام لا، والراجح عنده انه يقتل. قال ويقتل الحر المسلم ولو ذكرا
بالحر المسلم ولو أنثى، لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس يحتج بها البعض على أن كل النفوس البشرية متكافئة، ولكن هناك أدلة خاصة فرقت بين المسلم والكافر وبين الحر والعبد، المسألة فيها خلاف. وقول الحر بالحر هذا في أن الأحرار متكافئين الدماء، وعن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن أن الرجل يقتل بالمرأة. وعن أنس أن يهوديا رد رأس جارية بين حجرين فقيل لها من فعل هذا بك وهي تحتضر، وجدوا امرأة في تحتضر من أثر ضرب رأسها بين حجرين فقيل من فعل هذا بك فلان أو فلان، يذكرون مين اللي محتمل يعمل كده، حتى سمي اليهودي فأومأت برأسها فجيء به فاعترف فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فرد رأسه بحجرين. يقول والرقيق كذلك، يعني يقتل الرقيق المسلم ولو ذكرا بالرقيق المسلم ولو أنثى، يعني إذن اختلاف الذكورة والأنوثة على ما يرجحه لا يسقط القصص، ولكن اختلاف الدين أو اختلاف الحرية والعبودية. وبمن هو أعلى منه، يعني كل اللي يقتل فيقتل الكافر الحر بالمسلم الحر، يعني إذا كان القاتل أدنى من المقتول يبقى واضح المسألة، الكافر هو اللي قتل المسلم أو العبد هو اللي قتل الحر والذمي كذا. ده الشرط الثالث المكافأة، وده مسألة فيها خلاف واسع جدا، وبعض المذاهب ترى أن كل النفوس البشرية متكافئة، وهو ضعيف على الأقل في مسألة المؤمن والكافر، وله وجه في مسألة الحر والعبد والذكر والأنثى، والراجح أن المسلم لا يقتل بكافر والحر لا يقتل بعبد. الشرط الرابع أن يكون المقتول ليس بولد للقاتل، وإن نزل وسواء في ذلك ولد البنين أو البنات، فلا يقتل الأب وإن علا ولا الأم وإن علت ولا ولد الولد وإن سفل، لحديث عمر وابن عباس مرفوعا لا يقتل والد بولده، رواهما ابن ماجه. قال ابن عبد البر وهو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق مستفيض عندهم يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد حتى يكون الإسناد في مثله تكلفا، يقول وعليه الدية في ماله، نص عليه. وعن عمر رضي الله عنه أنه أخذ من قذادة المدلجي دية ابنه. ويقتل الولد بكل من الأبوين لعموم قوله تعالى كتب عليكم القصاص في القتلى، خص منه ما تقدم وبقي ما عدا. يبقى إذن هنا لو القاتل هو اللي أب للمقتول، حتى لو كان أب غير مباشر يعني الجد أو الأم أم الأم، الشرع قال لا يقتل والد بولده. فالبعض يقول طب نعكس المسألة، يعني من باب أيضا القياس، ولا يقتل أب بابني، لا يقتل والد بولدي ولا يقتل ابن بأبيه، لا ما تنعكس، بالعكس تتغلظ لما الابن يقتل أبيه، تبقى إيه؟ تتغلظ العقوبة أو يتغلظ الجرم. بينما عندما يقتل الوالد الولد فالوالد سبب لوجود الولد، فكأن هذه السابقة التي صار بها سببا لوجوده
مانعة في أن يكون الولد سبب لفنائه. فهنا ومش معنى كده أنها لم تصبح جريمة، ولا معنى كده أنها لم تصبح جريمة في الدنيا والآخرة، ولا أنها لا عقوبة عليها، ولكن نزلت العقوبة من الاختيار ما بين القصاص أو الدية إلى تعين الإيه؟ الدية. تعين الدية مراعاة لحق الوالد، ومراعاة لأن هذا النوع من الجرائم ينظر وقوعه جدا، بحيث لا يحتاج معه إلى العقوبة الزاجرة. دي مسألة مهمة، يعني أحيانا البعض بيظن أن العقوبات ينبغي أن تتدرج على قدر الذنب فقط، ولا ينظر إلى مسألة أخرى وهي حاجة هذا الذنب إلى الزجر. يعني الميت حرام والخمر حرام، هناك حد في شرب الخمر وليس هناك حد في أكل الميت. لماذا؟ لأن شرب الخمر تهوان النفوس فاحتاج إلى الزجر. أكل الميتة لو لم يكن حراما لم تنع عنه معظم الناس، وهذا الذي يأكل الميت غالبا لا يأكلها إلا لظروف، لو هو مضطر يكون معفو عنه، ولكن غالبا ما تكون ظروف أشبه بالاضطرار، قريبة من الاضطرار. فرفع الحرج بأن ما فيهاش حد، والإمام يختار لو وجد الأمر اضطرار رفع إليه من يأكل من أكل الميت، وجد في اضطرار يتركه، وجد في شبهة اضطرار مثلا يؤدبه يعذره، وجد في تساهل وتراخي واستسهال يمكن أن يزيد في التعذير كما سيأتي بضابط. فإذا ليس كل الذنوب تحتاج تغليظ للعقوبة، لأن قد يكتفى بالوازع الطبعي. وبالتالي ها هنا في قتل الوالد لولده ما زال الأمر ذنب، وما زال جريمة وكبيرة من أكبر الكبائر، ولكن جعل العقوبة ليس فيها اختيار، الدية فقط. يقول ويورث القصاص على قدر الميراث حتى الزوجين وذوي الرحم، لأن القوض حق ثبت للوارث على سبيل الإرث، لأنه بدل نفس المقتول كالدية. فمتى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. يبقى هنا القاعدة العامة إن ما ينفعش ده أحد، يعني أحد الأشياء التي تمنع من قتل الإيه؟ الوالد بولده، إن لا يصلح أن يقتص هو من نفسه، فهو وارث للإيه؟ للقصاص. فمتى ورث القاتل شيئا من القصاص لابد حينئذ أن ننزل إلى الدية. قال لأنه لا يتباعد القصاص، إما أن يتم وإما لا، ولا يتصور وجوبه للإنسان على نفسه ولا لولده عليه. فلو قتل زوجته فورثها ولدها منه سقط القصاص، أو قتل أخاها فورثته ثم ماتت فورثها القاتل بالزوجية، ورثها ولد وسقط القصاص لذلك. ومن قتل، إذن متى ورث القاتل أو ولده شيئا من القصاص فلا قصاص. يقول ومن قتل، من ضمن المسائل المتعلقة بالباب، ومن قتل شخصا في داره وادعى أنه دخل لقتله أو أخذ ماله أو ولده يفجر بأهله فأنكر الولي فعليه القوض، لأن الأصل عدم ذلك. قال في المغني ولا أعلم فيه خلاف.
لو رجل وجد مع امرأته رجلا ديانة لو قتله فقد أحسن، ولكن يبقى عارف أنه بيعرض نفسه أنه يقتل. لماذا؟ لأنه هل سيستطيع أن يثبت أنه كان أنه وجده مع امرأته؟ الأحكام تجري على الظاهر، وإلا أي حد يستدرك أي حد يقتله وأنه وجدته مع امرأته. فإذا هذا الذي دخل وجد رجل مع امرأته، إن شاء أن يطلقها ولا يعرض نفسه للقتل له ذلك، إن شاء أن يلاعنها يعني يزجر القاتل أو يضربه أو يدعو الناس تجتمع عليه فإن هرب تركه ثم يلاعن هذه المرأة لكي يفسخ الزوجية التي بينه وبينها بلا حقوق وينكر النسب إن شك في نسب أبناء إلى غير ذلك يفعل، وإن قتله جاز شرعا، لم يقتل نفس معصومة وهو يدافع عن عرضه، ولكن سيكون معرض، سيعرض نفسه للعقوبة. لما يجي لنا بعد كده وهو قاتل معترف بالقتل أو ثابت عليه القتل ويقول وجدته مع امرأتي، ما نقدرش نفترض أنه ده اللي حصل. طب افترض العكس، أنه استدرجه وقتله وقال وجدته مع امرأتي، فإذا القاضي لن يتعامل إلا بما ظهر عليه. فهو ديانة، واحد يسأل لو أنه دخل وجد رجل مع امرأتي هل يجوز له أن يقتله؟ نعم يجوز. طب هل إذا مثل إلى أمام القضاء؟ ما أقول حسب البينات، لأن القضاء لا يستطيع أن يعرف حقيقة الأمر. فإذا هل كان يسعه أنه يؤدبه أو يعني يحاول أن يجعل الناس تجتمع عليه، وحتى لو أدى ذلك الهرم كان يسعه، ولكن لا يمسك هذه المرأة السوء أمام أنه يطلق وأمام أنه يلاعن. لو لاعن له فايدتين غير الطلاق. الفايدة الأولى فايدة دنيوية ممكن يتنازل عنها إن شاء، أنه يطلقها بلا ملاعنة وأنها مش تاخد منه حقوق. الأمر الثاني لا، ده هو كده الآن من النسب، يبقى لابد أنه هو إيه الآن النسب أبناء، يبقى لابد أنه هو يلاعن لكي ينفي نسب أبنائه من هذه المرأة. يبقى أمامه حيل غير أنه يقتل الرجل، ولو قتله اللي احنا بنقول هو بينه وبين ربنا فعل شيء مباح، بل شيء يعني فيه غيرة ودفاع وشيء محمود، ولكن سيعرض نفسه إن استطاع أن يثبت هذا، وإلا إن لم يستطع سيعرض نفسه للقتل. وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن وجد مع امرأته رجلا فقتله، قال إن لم يأتي بأربعة شهداء فليعطي برمته. يعني لو هو ما جابش جاي نقول له أنت الرجل ده في بيتك خدته قتلته، ولا أصلي وجدته مع امرأته، يقول لا هتجيب شهود يا إما تقتل. يبقى هو كان قدامه من الأول اختيارات في التصرف، اختار منها تصرف محتاج لبينة بعد ذلك، فلا يطالب الناس أن تصدقه هو في الاعتداء على نفس ممكن الناس تتخذها تكه، ومرة واحد صادق ومرة تاني كاذب، يبقى لا يمكن اعتبار أن كل من سيدعي ذلك إيه صادق. ولما روي عن عمر أنه كان يوما يتغذى إذ جاءه رجل يعد وفي يده سيف ملطخ بالدم ووراءه قوم يعدون خلفه، فجاء حتى جلس مع عمر، فجاء الآخرون فقالوا يا أمير المؤمنين إن هذا قتل صاحبنا. فقال له عمر ما تقول؟ دافع عن نفسك يعني. فقال يا أمير المؤمنين إني ضربت فخذي امرأتي فإن كان بينهما أحد فقد قتلته. يعني قال ان هو وجدوا يعني يجامع زوجته، فهو بيقول انا هذا يعني هذا فراشي. فقال عمر ما تقولون؟ قالوا يا امير المؤمنين انه ضرب بالسيف فوقع في وسط الرجل وفخذي المراه. اذا في بينه هنا واعتراف الايه
اعتراف اولياء المقتول، طالما اعترفوا انه هو قتل وهو مع امرأة الرجل هو يستحق القتل، يستحق القتل حتى وان لم يكن محصنا. يعني هذا ليس حد، هذا اذن الشرع لمن اعتدي على عرض ان يفعل ذلك، وجدوا مع امرأتي. اما حد الزنا فيفرق من المحصن وغير الايه وغير المحصن، واما المرأة فهي محصنة زوجة، فحتى لو قتلت فهو ضرب الاثنين بالسيف. وكان ممكن طبعا لو ما يكون هناك بينة وقتلهما على الفراش في هيئة أقر الجميع إن الأمر كذلك، لكن ليس كل من وجد إن وجد رجل مقتول في بيت رجل يقول جئت فوجدته مع امرأتي فقتلته، لا، نقول له أين البينة؟ ممكن يكون صادق ممكن يكون كاذب، إن كان صادقا ولم يجد بينة فبلاء ابتلاه الله به، لا يمكن أنه يقام عدل بخلاف ذلك، أنه تعطي للبعض بدعواهم فيحصل فساد في الأعراض والدماء ونحو ذلك. قل فأخذ عمر سيفه فهز ثم دفع إليه وقال إن عاد فعد. يبقى إذن في القتل العمد عندنا في قتل عمد وفي شبه عمد وفي خطأ. في القتل العمد إما القصاص وإما الدية، ولكن إما القصاص دي لها تفصيل شوي بشروط أربعة، وإلا يبقى الدية برضه. يبقى إذن القتل العمد في أحوال الشرع بيوجب فيها الدية فقط، وأحوال يوجب فيها التخيير بين الإيه؟ بين القصاص والدية، ويكون التخيير لأولياء الأمر حتى القتل العمد نفسه. أما شبه العمد والخطأ فليس فيه إلا الدية أصلا. اكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.